السلام عليكم ليكيب ومرحبا بكم في فيديو جديدة. على بالي طولت عليكم بزاف باش درت لكم فيديو، ولكن الله غالب صراو لي ظروف اللي كان لازم نتغيب على جالهم. اللي متابعيني في الانستغرام على بالهم على واه، ولكن دوكا الحمد لله راح نولي باذن الله. في الفيديو تاع اليوم جبت لكم بطاقه بنكيه جديده واللي راح تقدروا تتحصلوا عليها وديروا بها جميع الخدمات، تشريوا بها من المواقع، تخلصوا بها الاشتراكات، ديروا بها سبونسور وغيرها من باقي الخدمات. قبل ما نذكر لكم الموقع اللي يوفر هذه البطاقه، ما تنساوش تدعموني باللايكس، واذا كنتوا جدد على القناه وما كنتوش مشتركين فضلا وليس امرا دخلوا اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي فيديو جديد. الموقع اللي يوفر لكم هذه البطاقه البنكيه واللي تمشي بالدولار هو موقع psc.net. هذا البطاقه الشحن تاعها يكون فوري وبواسطه العملات المشفره يعني USDT، وتتوفر باكثر من 15 نوع مختلف من البطاقات الصادره من البنوك الامريكيه. عندنا البطاقه الرئيسيه اولتيما واللي تقدروا تستعملوها في مختلف المجالات كما كنت هضرت من قبل، دفع الفواتير، حجز الرحلات، حتى التسوق اونلاين، وبقيه البطاقات خاصه بمواقع التواصل الاجتماعي. وهذه البطاقات راح تسهل عليكم بزاف الامور خاصه في دفع الاعلانات. كامل هذوك المشاكل اللي كانوا يواجهوكم كي كنتوا ديروا الدفع بالبطاقات البنكيه الاخرى، اما رفض البطاقه البنكيه يعني ما يقبلوا لكمش الدفع بالبطاقه البنكيه هذيك، ولا يبلوكيو لكم التعامل عن طريق هذيك البطاقه البنكيه، هذو كامل راح تتهناو منهم. كل هذه البطاقات تتوفر معها البيانات الخاصه بها من رقم البطاقه حتى كود السي في في، واغلبها تدعم الامان الاضافي 3D Secure. الحاجه الايجابيه اللي وفرها لكم موقع psc.net هو سهوله الاستخدام، يعني تقدروا تسجلوا بكل سهوله، والدعم تاعهم يكون فوري ومتوفر على مدار الساعه، اما على التليجرام، الواتساب او البريد الالكتروني. يعني اذا واجهتكم اي مشكله تقدروا تتصلوا بهم على هذا المواقع وهما يجاوبوكم. درك بعد ما شفنا ايجابيه موقع psc.net وهضرنا على البطاقات اللي يقدر يوفرها، نجيو للجزء التطبيقي واللي راح نتطرقوا فيه مع بعض لكيفيه التسجيل في هذا الموقع وكيفيه الحصول على البطاقة البنكية. وكي نقول بطاقة بنكية بطبيعة الحال هي بطاقة بنكية افتراضية وليست بلاستيكية، يعني المعلومات تاعها رايحة تخرج لكم على الموقع. ونشوفوا تاني مع بعض سعر هذا البطاقة. رابط الموقع راح نخليه لكم لتحت في صندوق الوصف. شوفوا انتم تقدروا تديروا نفس الخطوات ونفس العملية على جهاز الهاتف تاعكم، ما راح يتبدل والو، برك انايا باش تكون الكتيبة كبيرة واضحة وتقدروا تتبعوا معي راح نديرهم على جهاز الكمبيوتر. اذا كما راكم تلاحظوا هنايا هذه هي الواجهة الرئيسية للموقع تاعنا PST. تقدروا تلقاو كامل المعلومات اللي تحتاجوها واللي تقدروا تطلعوا عليها. الحاجة المليحة في هذا البطاقة تاع PST هي عندكم 3% كاش باك، واللي معناتها اذا مثلا شريتوا اي حاجه عندكم نسبه 3% من السعر هذاك اللي شريتوه تقدروا تسترجعوه ويحطوه لكم في البطاقه. يعني مثلا اذا شريتوا منتج بقيمه 10 دولار راح يعاودوا يرجعوا لكم 3% من هذاك السعر للبطاقه تاعكم، ولا اذا خلصتوا مثلا اعلان بقيمه معينه راح يرجعوا لكم 3% من هذيك القيمه. عندنا ثاني هنايا البطاقات. موقع PST يوفر لنا عدد كبير من البطاقات البنكية. البطاقة الرئيسية واللي تعتبر البطاقة نمبر 1 في هذا الموقع واللي تقدروا تديروا بها كلش هي بطاقة اولتيما. هذا البطاقة عندها مستوى عالي ودعم تقنية 3D، يعني انه المعاملات تاعكم بهذه البطاقة عندها حماية عالية. عندنا بطاقة PST Private وعندنا بطاقات المواقع التواصل الاجتماعي، عندنا الفيسبوك، جوجل، تيك توك وغيرها من البطاقات، ومن بعد نشوفوا ميزة كل بطاقة. ولكن على العموم هذه البطاقات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي تقدروا تديروا بها سبونسور خاص بكل موقع كما قلت لكم. بعد نشوفوا ميزة كل بطاقة. دوكا باش نديروا التسجيل على هذا الموقع نروحوا من فوق هنا وين كاين التسجيل ونضغطوا عليه، راح تخرجنا هذه الواجهة وراح ننشئ حساب جديد. عندكم إمكانية التسجيل عن طريق حساب جوجل ولا عن طريق التليجرام أو الواتساب، ولا بالطريقة التقليدية اللي هي عن طريق الإيميل. تكتبوا الإيميل الخاص بكم، تنشئوا باسورد وتضغطوا على زوج خانات هادو وديروا ساينج أب. إذا هنا بعد ما عمرت المعلومات الشخصية تاعي نضغط على ساينج أب والحساب تاعنا راح يتنشا اوتوماتيكيا. دوكا اول حاجه اللي لازم ديروها هي تفعيل الحساب. تروحوا لهنا الفوق وين كاينه نوت فيريفايد وتعمروا المعلومات الشخصيه تاعكم. هنايا البلد نديروا الجزائر، تكتبوا الاسم واللقب تاعكم وتاريخ الميلاد. الصفحه المواليه راح يطلبوا منكم انكم تفيريفيو هذوك المعلومات اللي دخلتوهم وتضغطوا على سبميت. واول خطوه من التفعيل كملناها.
بالنسبة لتفعيل حساب عنا ثلاث مراحل. المرحلة الأولى كملناها واللي هي عن طريق إدخال المعلومات الشخصية. كي تكملوا هذه المرحلة عندكم إمكانية الحصول على بطاقة واحدة، وأقصى مبلغ اللي تقدروا تدفعوه في البطاقة هو 500 دولار. المرحلة الثانية تكملوا التفعيل عن طريق الباسبورت ولا بطاقة التعريف الوطنية الاي دي كارد. كي تكملوا هذه المرحلة عندكم إمكانية الحصول على 5 بطاقات، أقصى مبلغ اللي تقدروا تحطوه هو 2000 دولار. وعندكم تاني إمكانية إدارة الفريق. هذه النقطة من بعد نشوفوها. كنروحوا نديروا أبجريد لهذا المرحلة، نعودوا نخيروا بلد الجزائر. هنا عندكم ملاحظة مهمة، رغم يقولوا لكم we don't accept expired documents، يعني إذا كانت الوثيقة تاعكم منتهية الصلاحية الموقع هذا ما راحش يقبلها. والملاحظة الثانية قالوا لكم باللي احنا ما نقبلوش الملفات المزيفة، وهذه حاجة بديهية. نروحوا نضغطوا على continue، نزيدوا نضغطوا على submit. هنا راح نخيروا autre، وبعد نضغطوا accepter et continuer. الوثائق اللي تقدروا تحطوهم عندكم رخصة السياقة permis، بطاقة التعريف الوطنية، بطاقة الإقامة ولا الباسبور. تخيروا أي وثيقة تقدروا تحطوها ونصوروها ريكتو فيرسو من الأمام ومن الخلف. تقدروا يا إما تحملوها على جهاز الكمبيوتر ولا تصوروها بالهاتف تاعكم. بعد ما كملنا المرحلة الثانية من التفعيل بقات لنا المرحلة الثالثة واللي هي التفعيل عن طريق السيلفي. تكملوا هذه المرحلة تقدروا تحصلوا على أكثر من 1000 بطاقة. عندكم مبلغ غير محدود من المعاملات ولا من المبلغ اللي تقدروا تحطوه في البطاقة. عندكم إدارة الفريق والبي اس سي برايفت، يعني 3% هذوك من الكاش باك تقدروا تحصلوا عليها. هذه الخطوة هي ماهيش إجبارية، ولكن إذا حبيتوا نتوما تحصلوا على هذا الميزات تقدروا تكملوها. أنا باش ما نضيعوش بزاف الوقت نخليوها المرة خلاف. اذا بعد التفعيل لهنا الفوق راح تولي لكم خضره كيما هكا. هنايا من تحت عندكم امكانيه شحن الحساب سواء عن طريق اليو اس دي تي، البيتكوين ولا الدولار ولا الاورو. باش تشحنوا الحساب بالدولار ولا بالاورو لازم قبل تشحنوه باليو اس دي تي، ومن بعد تحولوا من اليو اس دي تي للدولار ولا للاورو. عملية الشحن الاولى اللي تحتاجوها في هذا الموقع هي الشحن عن طريق اليو اس دي تي الكريبتو. وباش تقدروا تشحنوا الحساب تاعكم تضغطوا على يو اس دي تي ومن بعد توب اب. عندكم هنا شحال من طريقة باش تشحنوا الحساب، سواء عن طريق الغيزو تي اخ سي 20 ولا عن طريق بقية العمولات اللي كاين، ولكن احنا اسهل طريقة هي عن طريق تي اخ سي 20. الشحن يكون عن طريق باينانس، يعني نحوله من باينانس الى بي اس تي. وطريقة التحويل سهلة، تنسخوا برك عنوان المحفظة تاعكم تاع تي اخ سي 20 لهذا المنصة، يعني هذا هو عنوان المحفظة. ديروا نسخ، تدخلوا في تطبيق باينانس عندكم على الهاتف، تروحوا للمحفظة Wallet وتديروا Withdraw، تخيروا USDT وتضغطوا على Send via Crypto Network. ديروا هنا نسخ العنوان المحفظة اللي درنا له كوبي على موقع PST. وفي النتورك لازم تخيروا نفس الغيزو اللي خيرته، يعني TXC20. ما لازمش تغلطوا، كنت تخيروا اي غيزو خلاف دراهمكم راح يروحوا. اذا انتم لازم تخيروا TXC20 وتكتبوا القيمه اللي حابين تحولوها. احنا مثلا راحين نحولوا اقل قيمه واللي هي 10 USDT. بون هنا راح ينحيوا لي 1 USDT رسوم التحويل، يعني الغيزو هذا TXC20 رسوم التحويل تاعه هو 1 USDT. تما راح نستقبل فالحساب تاعي تاع بي اس تي 9 USDT. ندير withdraw، نزيدو نضغطو على confirm ونستناو شوية ما بيزمان يتحولونا من باينانس الى بي اس تي. هنا كما راكم تلاحظو طلعونا في الواجهة هذه in progress، تما عملية التحويل راهي ماشية. بعد التحويل هنا رانا نلاحظو بلي لحقونا غير 4 دولار. نسيت نقولكم حاجة، كل عملية تحويل قل من 50 دولار، هنا راهم كاتبين من تحتها، راح ينحيو 5 دولار كرسوم. وهاد الحاجة نشوفها شوية نقطة سلبية، تما لازم تحطوا أكثر من 50 دولار باش التحويل تاعكم يكون مجاني 100%، يعني على قد ما بعتوا على قد ما تستقبلوا. هنا مع الأسف هذه ما لاحظتهاش في الأول، ولكن معليش ماشي مشكل. نتوما برك حطوها في بالكم باللي إذا شحنتوا قل من 50 دولار راح ينحيو لكم 5 دولار. دوكا بالنسبة لكيفية الحصول على البطاقة البنكية، تروحوا هنا يا جهة ماي كاردز، بعد تضغطوا على issue card. هنا عندكم عدة بطاقات بنكية. البطاقة الرئيسية اللي لازم تحصلوا عليها واللي نقدروا نديروا بها كلش، اللي نشريو بها من المواقع اللي نخلصوا بها اشتراكات، هي بطاقة ultima، البطاقة الاولى هذه. نروحوا نضغطوا على get card، هنا راح نلقاو معلومات اكثر على هذه البطاقة. سعر الاشتراكات لهذه البطاقة عندنا 7 دولار
أسبوعيا، يعني كل أسبوع ينحيو لكم 7 دولار، ولا 15 دولار شهريا، وعندكم تاني ينحيو لكم 99 دولار للعام. هذا النقطة تاني نشوفها شوية سلبية، خطر باش تخلصوا 7 دولار كل أسبوع فقط اشتراك لهذا البطاقة بزاف شوية. هذه ترجع لكم انتما إذا كنتوا حابين ديروا هذا البطاقة وعجبتكم. عندكم تاني إمكانية قلب البطاقة، يا إما تحبوا ديروها ماستر كارد ولا فيزا كارد. هنا نخليوها على فيزا كارد، وهنا عندنا أقل كمية اللي تقدروا تشحنوها في هذه البطاقة هي 50 دولار. عندكم تاني إمكانية تفعيل 3D Secure، يعني حماية 3D، يعني الحماية العالية في المعاملات. وهنا لتحت تلقاو معلومات الدفع، يعني المبلغ الكلي اللي راح تسقام لكم هذه البطاقة. عندنا المبلغ الاشتراكي 15 دولار لكل شهر، احنا نرجعوه 7 دولار باش ينقص شوية المبلغ. عندنا أقل مبلغ اللي تشحنوا لهذا البطاقة هو 50 دولار، وعندنا 8% رسوم التحويل، يعني راح ينقصوا لكم 4.35 دولار. المبلغ الكلي اللي راح تحتاجوه باش تحصلوا على بطاقة أولتيما هو 61.35 دولار. كما قلت لكم من قبل، هذه النقطة نشوفها شوية سلبية، ولكن إذا انتم كنتوا تحتاجوا بشدة هذا البطاقة وما عندكمش مشكل تخلصوا، تقدروا تخيروا بطاقة أولتيما ولا موقع psc.net، تضغطوا من بعد على هذا الخانة وديروا كنتينيو. لكن قبل ما تديروا كنتينيو، لازم يكون في الحساب تاعكم تاع اليو اس تي ولا في حساب الدولار يكون متوفر عندكم بأقل مبلغ اللي هو 61.35 دولار، وإلا ما تقدروش تحصلوا على هذا البطاقة. عندكم طريقة للربح في موقع psc.net هو عن طريق الإحالات، يعني عن طريق دعوة الأشخاص ولا الأصدقاء للحصول على بطاقة psc.net. راح تتحصلوا على 90% من أي عملية راح يقوم بها هذاك الشخص اللي قمتوا بدعوته. إذا كانوا هذو هما جميع الخطوات اللي ديروهم باش تتحصلوا على البطاقة البنكية تاع psc. إذا كانوا هذو هما أهم المعلومات اللي لازم تعرفوهم على البطاقات البنكية اللي وفرها موقع psc.net. هو صح السعر تاعها غالي، ولكن تبقى بطاقة بنكية جيدة، وكما قلت لكم راح تسهل عليكم خاصة في الإعلانات. عندي توضيح فقط، هذا الموقع ما يتوفرش على تطبيق، يعني ما تقدرش تلقاوه في أب ستور ولا بلاي ستور، تلقاوه فقط على المتصفح. وأهم معلومة اللي لازم تعرفوها تاني، هذا البطاقة يعني بطاقة psc.net ما تفعلش الباي بال تفعيل كلي، وإنما تفعلوا جزئيا فقط، يعني حتى وإذا ربطتوها مع حساب الباي بال تاعكم ما تقدروش تستقبلوا دراهمكم فيه. كانت هذه هي الفيديو تاع اليوم، نتمنى أنها تكون فادتكم، وقولوا لي لتحت في التعليقات واش رايكم في هذا البطاقة وإذا عجبتكم. درك معليا غنقول لكم تهلاو في روحكم ونتلاقاو في الفيديو القادم إن شاء الله.